قال وزير الزراعة والغابات إن الادعاءات القائلة بعدم وجود مخزون كاف من المنتجات الغذائية الأساسية في البلاد مثل زيت عباد الشمس وغيره لا تعكس الحقيقة، وأضاف أن طفرة في إنتاج زيت دوار الشمس حدثت في تركيا في السنوات الأخيرة ولا نقص في المخزون. كشفت مصادر خاصة أن رئاسة الهجرة التركية اتخذت قراراً بعدم منح أي إقامة سياحية للأجانب القادمين حديثاً إلى تركيا الذين وصلوا بعد العاشر من شهر شباط فبراير الماضي، وأضافت أن تجديد الإقامات السياحية لمن حصل عليها سابقاً سيستمر وفق الآلية المعروفة دون أي مشاكل. لحجز هذه المساحة الإعلانية للتواصل والاستفسار 0555-110-85. أعلنت شركة النقل العام التابعة لبلدية إسطنبول أن وسائل النقل ستكون مجانية لجميع النساء اليوم في مدينة إسطنبول، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 آذار مارس كل عام. كشفت وسائل إعلام محلية أنه يتوقع رفع أسعار الوقود بشكل قياسي اعتبارا من الليلة، وقالت إن سعر الديزل سيرتفع بمقدار 2.34 ليرة للتر الواحد و1.12 ليرة للتر البنزين.